تعزيز الجهود المبذولة لتمكين القيادات الصحية للمشاركة الفاعلة في القطاع الصحي وتحسين قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه هذا القطاع، أبرز أهداف الملتقى الخامس للقيادات الصحية تمكين والذي نظمته وزارة الصحة للتأكيد على دور القيادة في نجاح المشاريع والمبادرات الوطنية. ما يميز هذا الملتقى هو يجمع كل القيادات الصحية على مستوى المحافظات والعاملين الصحيين وقياداتها لكي يكون هناك مشاركة في اتخاذ القرار، وليكون هناك أيضا نوع من المشاركة في المنظومة الصحية من حيث الرقي بكفاءتها. هذا الملتقى يميزه أيضا هو تكريم المجيدين وبناء على استبانة متلقي الخدمة. مبادرة فحص الأسنان لمرضى السكري وفحص صحة الفم والأسنان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة إتقان ومشروع موعد، ومبادرة الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة، إضافة إلى مشروع بيئة وحملة الإصحاح البيئي المنزلي ومشروع الرعاية التنفسية العنقية للأطفال في المنزل، أبرز ما تم استعراضه للنجاحات التي تؤكد على الدور التكاملي للقيادات الصحية. تبادل الآراء والأفكار والإنجاز والتخطيط لخدمة المرضى حسب برامج رؤية عمان 2040، وتعرض فيه المحافظة المستضيفة المبادرات والإنجازات والأفكار الإبداعية في هذا الملتقى حتى تستفيد منها كل المحافظات الأخرى. حصلت على المركز الأول في جائزة رضا المرضى في الاستبانة من وزارة الصحة، والحمد لله إذا دل هذا على شيء فإنه يدل على اهتمام وزارة الصحة في الرعاية الأولية. الملتقى والذي أقيم على مدى يومين بمشاركة المعنيين في الدوائر الإدارية والفنية للمؤسسات الصحية بمحافظة سلطنة عمان خرج بعدد من التوصيات، أبرزها تجويد تقديم الخدمة الصحية للمراجعين وتيسيرها والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتطويرها وحل العديد من تحدياتها وتذليل الصعاب التي تحول دون ذلك، إضافة إلى حوكمة القطاع الصحي وأهمية تعزيز القيادة في نجاح المشاريع والمبادرات الوطنية وصناعة القرارات. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.